اخي فخري. أهلا يا اهلين وسهلين اخي فخري. تعرفوا الاخي فيصل؟ لا والله، بس ما حصلنا الشرف. اهلين وسهلين، نحن حصلنا الشرف. تفضل اخي فخري، تفضل اخي فيصل. انا ما بعرف احلف، مدوا ايديكم قولوا بسم الله. ولو نحن بدنا حلفان، محلانا ونحن قاعدين ببيت اخونا وعم نتدلل على الاكل. بعدين كاني شايف الاكل كتير، ما هيك؟ يعني ليش ملبكين حالكم كل هاللبكة؟ ايه ما في لا لبكة ولا شيء، حضرت وما حضر واجبك. انا بصراحة كنت عازم ابو سعيد مبلوعة وابو راتب سنبتوم وابو صبحي عنيدة، بس فجأة اجاهم سفرة لحلب مفاجأة واعتذروا باخر لحظة. بقى مدوا ايديكم قولوا بسم الله. لا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا اخي يا فخري؟ شو هالسكبة هي؟ يا ولد من سنتين ما بسكو بيك سكبة. معلش معلش بدي بيك، خليني اكل على مهلي منشان لحق ذوق كل الطبخات. إيه لا لا عمي، هذا مو كلام، لانه اكل الناس على قد محبتها. شو بالظاهر انت ما بتحبنا؟ تفضل تفضل تفضل، دقلي هالجاجة، هي لحمة بدوب بتتم مثل الهليون. شو عم تسوي انت؟ يستم ودي اياه. بتعرف انه انا بحياتي ما اكلت دجاجه بحالها. لك اخي الدجاجه الايام ما بينحكى فيه، صغير كثير وخفيف على المعده. كل كل لا تعملي مشاكل. الله يرضى. شو عم تساوي؟ امني الشوكه من ايدك، ملص تمليص. يا الله يرضى. وبالفعل يا جماعه كان الاكل طيب كثير، ونزل صاحبنا فخري بهالدجاجه بالاربعه والكف وعلى تمليص وهبرها تهبير. الله يسلمه. أهلين، شو رايك بالدجاجة أخي فخري؟ تأخذ العقل. الحمد لله. شو الحمد لله؟ لسه ما بلشنا. وين كوسة المحشية يا بشير؟ ليك سيدي جيت حاضر. بشير يرضى عليك، خذ لي الصحن قدام الأخ فخري. على عيني. تفضل سيد فخري تفضل. شو تفضل؟ أعوذ بالله، أنا شبعت. دايما ان شاء الله. شو دايما؟ لساتنا بالرقراء، ما فتنا بالغميق. باين عليك تدلل. ناولني صحنك لقلك، ناولني. حاجه 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 يا عمي. لك يا عمي كوساي وحده بتكفيني، الله يخليك. حاجتي بدي بيك. شو كوساي التاني؟ شو انت ولد صغير؟ بعدين بقول لك اكل رجال على قد فعالها. صحيح، بس انا شبعت. هي مرحبا شبعت، يعني معقول تترك الكوسايات يلي بوحده اللي خلقه؟ والله معك حق، بس انا اخي لا تاكل خبز كل حاف. ما بقى فيه دخيل عينك يا استاذ فيصل. لك شو ما بقى فيه؟ بعدين اخي بديع بيزعل منك. ها لا، معناتها اكلنا مو عاجبه وقرفان منه. لا لا، شو قرفان لا سمح الله، بس انا دق لك كان دق لي بالكوسايات لك كان دق. حاضر سيدي. هي بلاع هالكوسايا فرد لقمه بلاع. ما بدنا نزاكي يا سيد فخري، إلا بيناتنا نسوان حتى نتزارف ولا معنا صبايا حتى نتلاطف. بقى دق بهالكوسه لقلك دق. والله ما عاد احسن يا جماعه، صدقوني اقسم بالله غير ما تاكلها معقول تطلع من عنا جوعان. يا جماعه شبعت، عم بقول والله شبعت. ولو على القليله مشان يمين بديع بيك، على حساب انت اصلي وبتفهم بالاصول، بعدين في عنا اكل كتير وين بدنا نروح فيه؟ امرك سيدي امرك. بدي صحنك عم يلمع لمع. ها رح يلمع باذن الله، رح يلمع. بشير هات جقطه اللبنيه. عنتها سيدي جيت. يسلموا هالايدين. وايدين كمان بدي اكل لبنيه. يعني معقول يكون على السفره لبنيه وما تدوقها؟ يا جماعه شبعت ولله الحمد، صار بطني يجعني. صدقوني صدقوني بديع بيك. الله يسامحك، هلا هذا اسمه شبع. هاد حاجه 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 يا زلمه حاجه، شو عم تعمل انت؟ لك حاجه يا عمي. الله يخليك اخي، اكرام الضيف واجب علينا. فيصل عطيه مع الانضيفه. حاضر تفضل. زين لقلك بهالكبايات، عليم الله بيتقدموا لملوك. ايه اكيد، بس بصراحه يا جماعه رح انفزر فزر وراح قسما بالله العظيم اذا ما اكلت راح ازعل منك تمام. ها يا بديع بيك، مو مساله تزعل مني وما تزعل مني، المساله انه وصل الاكل لحلي وراح يطلع من بلعي. لكن مشان الله حاجتك نزاكي بقى. بعدين بصراحه قديش انا شفت اخي بديع على موائد وسفر كتير، بس بعمري ما شفته عزم على رجال او حلف عليه بهالشكل. بالظاهر انت لك معزه خاصه عنده. يا سيدي الله يسلمك ويسلمه، بس الواحد هلا لا تلهي بالحكي فيصل، كل عمي كل مجاري الهنا. بس عفوا
انا حاسس والله ولي اسمه الله غير ما تاكل ما بده يشوف بصحنك ولا لقمه. كان مو حلوه سيد فخري مشان يمين بديع بيك لك كلهم لقمتين بينزلطوا معك زلط، وبصراحه عيب اللي بيقعد على السفره وما بياكل. حاضر سيد فيصل امرك. هات الابوات يا بشير. شلون شفت لي هاللبنية؟ خفيفة على المعدة مو هيك؟ كثير دايما ان شاء الله. وين 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 هي؟ بدي غسل كفى الله. والابوات مين بده ياكلون؟ اصلا كل اللي اكلتهم حضرتك مقبلات ما بينحكى فيهم. الابوات هي وجبة رئيسية، هي الوجبة الرئيسية على الطاولة، بقى وين هربان؟ بترجاك بترجاك يا بديع بيك انا إيه علي الطلاق ما بتتحرك مع الطاولة لتاكل الابوات، اصلا مرتي طبختها مشانك. لك لا تزعله سايره، اخي بحبك. يا والله ما صحت العزيمة لحدا، يعني اللي بقصده اخي بعمره ما عزم على حدا واصر الا على حضرتك. يا اصلا انا ما بحب الابوات، بحس حالي كاني عم باكل بشكير او منشفه. لك اخي انت سايره وتضل لك كمعضه مو مشان شيء، بس مشان يمين طلاق. حاضر فيصل ناولوا ناولوا. تفضل تفضل. ايه ما الله يصلح لي بيك. اجي اشوف شو رايك بالابوات؟ لا تولى اوبها معلومه، بده يعرف مين يطبخها، بده معلميه مو هيك؟ طبعا طبعا طبعا. يا بشير هات صدر الكنافة والنمارة. ايه فخري شو رأيك بعد الحلو والفواكه بكاسة عرصوص باردة؟ ما عاد في بوسي لك يا بديع بيك، ما عاد في دخيلك، عيوني زاغت وراسي داخ وما عاد اقدر ما عاد اقدر اسمع بشي اسمه. ايه علي لا ما تحلف يا بديع بيك، ما تحلف قسما بالله اني شبعت، بيش بدي احلفكم وحياة كل من يلجاه عند رب العباد اني فزرت وركبي ما عاد تحملني، ويمكن حماري اللي جيت عليه يبوطس فيي من تقلي ويمكن ما يقدر يحملني. يا شو هالحكي؟ معقول هالحكي هذا كله من عزيمة غدا؟ اي والله ما اكلت منيح، ما عندنا بالواجب ما ينبغي. معلش يا اخي معلش، كتر الله خيركم وتاكدوا تمام اني ما راح انسى كل العزيمة طول ما انا عايش. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك طول بالك من عادي، ها مو محسوبة هاي. ان شاء الله ان شاء الله انعشت انعشت وربي خلاني. غريب اكله قليل هالزلمه. اخي مو قصه قليل، بس هو خجول ونحن ما حلفنا عليه، تركناه على راحته. اه ما حقدر ما حقدر امشي. يلا تعال لك امشي تحرك لا تغلط امشي مالي قدران. فهمت عليك فهمت عليك، الظاهر عطشت ما هيك؟ اخ يا بطني اخ الهيئة بدي اسبوع لاهضم الاكلات اللي اكلتهم. اخ 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 بطني بطني راح ينفجر. قلت لي عطشان ها؟ ولي يا بطني. المي قدامك شراب، لك شراب المي نظيفة نظيفة وظريفة، عم بقول لك شراب. إذا بتحبني بتشرب الشرب على قد المحبة. ما بدك تشرب؟ ولك يا عمي شراب شو صار لك؟ العمى
بزعل منك ها؟ شراب ولك عم بقلك شراب؟ ايه؟ ايه علي ما علي الا تشرب ولك عم بقلك شراب؟ ما بدك تشرب والله الحق بيدك اخ تعرف طلعت انت الزلمه مو انا اخ يا بطني اخ ما عجبك